الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، مقولة خالدة للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين عام 74، تردد صداها مساء الأربعاء في ملعب الخامس من يوليو في الجزائر العاصمة في ذكرى يوم الشهيد. للمكان والزمان رمزية لا تخفى، تماما كما ظهرت أجواء المباراة الودية بين منتخبي فلسطين والجزائر لكرة القدم. نتيجة الفلسطينيين تسجل في جانب اللوحة المخصص لأصحاب الأرض، والجماهير الجزائرية الغفيرة تهتف للمنتخب الفلسطيني مثلما لم تهتف لمنتخبها الوطني. جملة إشارات رمزية تعبر عن مكانة القضية الفلسطينية في الوجدان العربي. هي على الورق مجرد مباراة ودية في كرة القدم، تعد الأولى من نوعها بين منتخبي الجزائر وفلسطين الأولمبيين، لكنها على الأرض وفي عميق دلالاتها ملحمة عربية قدمت جوابا وافيا وشافيا لكل من يعتقد أن حلم العروبة قد مات وأن القضية الفلسطينية باتت طي النسيان. فمنذ لحظة وصول منتخب الفدائيين قادما من العاصمة الأردنية عمان، حظي باستقبال شعبي ورسمي حاشد في مطار الجزائر الدولي، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي غصت بكم هائل من التدوينات المرحبة بالضيف الفلسطيني، ذهبت في بعضها إلى إطلاق تهديدات للمنتخب الجزائري في حال فوزه بالمباراة. داخل الملعب كان في انتظار ضيوف فلسطين أكثر من 80,000 مشجع جزائري في مشهد امتزجت فيه الأعلام الجزائرية بالفلسطينية في استحضار لتاريخ مشترك من النضال والمقاومة قدم من خلاله الشعبان ملايين الشهداء. داخل المستطيل الأخضر مرت المباراة في أجواء رياضية أخوية، وكان تناغم الجماهير كبيرا كلما سنحت فرصة تهديفية لأي من الجانبين. هذا التفاعل بلغ ذروته عندما تمكن المنتخب الفلسطيني من إحراز هدف الفوز، فجاءت الصرخة مدوية من قلب مدرجات ملعب 5 جويلية. وفي لحظة نادرة في عالم كرة القدم يهتف جمهور أصحاب الملعب فرحا بهدف سجله الفريق الضيف في شباك منتخبهم. ولما العجب، إنها فلسطين الحبيبة وإنه شعب الجزائر العظيم، هكذا يقول أحد النشطاء على موقع تويتر الذي اشتعل بتغريدات الإعجاب بموقف الجزائريين بعد نهاية المباراة التي حملت نتيجة جديدة في عالم كرة القدم، وهي أن يخرج الفريقان فائزين بنتيجة المباراة دون غالب ولا حتى تعادل، بل بفوز كاسح عنوانه العريض فلسطين. المعركة هي معركتنا كلنا، ما هيش معركة فلسطينيين وحدهم. المقلب في صفحات تاريخ العلاقات بين البلدين سيجد حتما أن هذه الأجواء امتداد طبيعي لدعم متواصل من الجانب الجزائري منذ بدايات الثورة الفلسطينية، بلغ مداه بإعلان دولة فلسطينية مستقلة بالجزائر عام 88، وهو تاريخ ارتبط أيضا بمقولة الرئيس الجزائري هواري بومدين الشهيرة: الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. هبت بطائرة جزائرية وحراسة جزائرية كأنني مبعوث جزائري، مش بس مبعوث فلسطين. حقيقة أكدها الراحل ياسر عرفات عندما قال إن الجزائر هي أول من مد المقاومة الفلسطينية بالسلاح والدعم العسكري، كما قدم عرفات نفسه للحديث أول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 74 عندما كان الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة وزيرا لخارجية بلاده ورئيسا لتلك الدورة. ويبقى هذا غيضا من فيض تلا تلك السنوات وما زال متواصلا حتى يومنا هذا من دعم لقضية العرب المحورية على المستوى الرسمي والشعبي، لخصه أحد أعلام الفكر والأدب الجزائري البشير الإبراهيمي عندما قال: إنه عربي أولا ومسلم ثانيا وفلسطيني بحكم العروبة والإسلام ثالثا.